تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم إياه هيئة الصحة في دبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. بداية حاب أرحب فريق عمل البرنامج، عندنا بالإخراج أيمن سرحيل، منور يا أيمن، وفي التنسيق ميرا الغفلي، صبحت الله بالخير مخليفة، وفي إعداد هاي الحلقة زميلنا حسني البلاونة. هذه تحياتي لكم، محدثتكم دكتورة بدرية اللحرمي، راح أكون وياكم إن شاء الله على مدار ساعة من الحين، ويسعدني أكيد تواصلكم على أرقام التواصل 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية 4006. أعزائي المستمعين، مثل ما عودناكم في هذا البرنامج دائما راح نتناول العديد من المواضيع الصحية أو الطبية اللي تهمكم وتهم مجتمعنا، وكذلك راح نفتح لكم قنوات التواصل مع هيئة الصحة في دبي لاستقبال آرائكم مقترحاتكم أو أي ملاحظات عندكم تسهم بتطوير وتحسين الخدمات الصحية. هدفنا تحقيق رؤيتنا نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. عموما نبدأ أول فقراتنا بفقرة التغذية، وفقرة التغذية اليوم تتكلم عن نبتة نستخدمها وايد في السلطات وهي الكزبرة. وعشان نعرف أكثر عن هذا الموضوع بناخذ ويانا على الهواء حصة موسى، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير حصة. صبحت الله بالنور، حياك الله دكتورة، حياك الله ويانا في صحة وسعادة. بداية حابة أشكركم على تضافتي في هذا البرنامج. مثل ما عرفتي أختي بدرية، اليوم راح نتحدث عن نبتة الكزبرة أو ما تسمى في لغتنا المحلية بالجلجلان. شو اسمها؟ الجلجلان. أها أوكي. الكزبرة عبارة عن نبتة من النباتات الورقية تستخدم عادة بكثرة في المطابخ الآسيوية. الكزبرة قريبة في شكلها من البقدونس، والكزبرة تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات والألياف. بداية حابة أعرف عن القيمة الغذائية للكزبرة. كل 100 جرام من الكزبرة تحتوي على 23 سعرة حرارية، وأيضا تحتوي على 2.1 جرام من البروتين، تحتوي على 0.5 من الدهون و 3.6 من الكربوهيدرات. هاي المكونات اللي يعني الغذائيه منها، هي القيمه الغذائيه للكزبره. زين حصه، انت ذكرتي ان هي عندها عده اسماء. احنا نسمع مره في ناس يقولون كزبره وفي ناس كبزره، وانا سمعت ان في شيء اسمه يسمونها شعر الغول. هي عندها عديد من المسميات. زين انا اعرف شعر البنات، يعني شعر الغول اول مره اسمع عنه صراحه. صح، يمكن هذا الاسم مش متداول بكثره. زين شو تخبرينا عن أهميتها في يعني العلاجية أو الأهمية الغذائية؟ الغذائية، أوكي. الكزبرة قد تفيد الناس المصابين بالأنيميا، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد، فقد تساعد الوقاية والحماية من الأنيميا. الكزبرة أيضا تحتوي على الدهون النافعة، مما قد تعالج الناس المصابين بالكوليسترول، فتساعد على زيادة الدهون النافعة في الجسم وتقلل من نسبة الدهون الضارة في الجسم. الكزبرة أيضا قد تفيد في عملية الهضم وتسهل عملية الهضم، لأنها تساعد الجهاز الهضمي على إفراز العصارات الهضمية، وبالتالي تساعد على جعل عملية الهضم سلسة وسهلة. الكزبرة أيضا تساعد على القضاء على البكتيريا المضرة، وأيضا توفر بيئة مناسبة للبكتيريا النافعة.
الكزبرة أيضا قد تفيد، يمكن هاي المعلومة شوي تفيد الحريم أكثر عن الرياييل، لأنها بسبب احتوائها على نسبة عالية من الحديد، فالكزبرة تساعد على زيت الكزبرة يساعد على يحمي الشعر من التلف والتقصف، ودائما ننصح بإضافته في النظام الغذائي أيضا. يعني زيت الكزبرة تقصدين يعني يحطون على الشعر؟ هي نحطه على الشعر ويقوم بتدليك فروة الرأس بعد لمدة مثلا 3 مرات خلال الأسبوع. وايد يفيد لأنه يحتوي على عنصر الحديد، ومثل ما نعرف أن الحديد مهم للشعر. صحيح. أيضا الكزبرة قد تفيد الناس اللي يتبعون حمية إنقاص الوزن، ذلك لأنها تعطي إحساس بالشبع والامتلاء لفترة طويلة لاحتوائها على الألياف بنسبة عالية، فبالتالي هي راح تقلل كمية الطعام اللي راح يحتاجها الشخص. زين. حصة، احنا نعرف ان في كزبرة ناشفة وكزبرة الجافة هذه او الكزبرة الخضراء، شو الفرق بينهم؟ شو اكثر وحدة يعني مثلا اهميتها الغذائية، هل الجافة او الخضراء؟ هم ما في فرق بينهم، بس مثلا يعتمد على الشخص هو كيف حاب يستخدمهم. يعني مثلا في ناس يحبون يضيفونها للسلطات، في ناس يحبونهم مثلا ينقعونهم في الماء يغلونهم ويا الماء بعدين يشربون المغلي منه، ففي القيمة الغذائية ما في فرق، بس هو طريقة تختلف، طريقة استخدامها من شخص لشخص. أيوة. إنزين، في ناس مثلا ممكن مفروض ما يأخذون الكزبرة مثلا إذا يعانون من بعض الأمراض أو بعض الأشياء؟ هذا يرجع للطبيب، لأن استخدام الكزبرة يختلف من شخص لشخص، وأيضا كميتها يختلف من الحالة الصحية. فأنا دائما أنصح إذا حد مثلا حاب مثلا يضيف الكزبرة، دائما نحن ننصح إذا حاب ناخذ شيء ناخذه باعتدال، لكن إذا في مثلا بابا يعانون من أشياء معينة يستشيرون أطبائهم قبل استخدام، أو مثلا يأخذون أي عشبة أو نبتة. زين، هاي من ناحية يعني احنا قلنا انت بالبداية ذكرتي ان في يعني مشابهة هي للبقدونس، صح؟ انا لين الحين اسير السوق يوم اسير اشتري اخربط بينهم واقف عند في الجمعية، يا ربي ابى اسال حد شو ابغى الكزبرة وين البقدونس، يوم اتوهق اخذهم الاثنين واطلع. هي صح، لانه شكلها مشابه للبقدونس، يمكن نقدر نفرق من خلال الريحة، لان الكزبرة عندها ريحة اكثر. إنزين، حاب تضيفين شيء ثاني بعد عن فوائد الكزبرة؟ أنا بس حاب أقول لكم لا تغفلون عن أهمية الكزبرة، لأن يمكن مثلا هي موجودة عندنا بس نحن نكون غافلين عن أهميتها. الحين دام أننا عرفنا مثلا شو هي فوائدها الغذائية، حاول تضيفونها في نظامكم الغذائي. وتمنياتي للجميع بالصحة والسلامة إن شاء الله. يعني أنت تنصحين نستخدمها دائما بالسلطات، وأسهل شيء أن الواحد يعني يضيفها بالسلطة عنده. بالضبط، وهو شيء متناول في جميع في جميع الأيادي، ومتاح يعني متوفر في المنازل أيضا. أكيد. إنزين، أخذت حصة، وصلنا الحين لنهاية فقرة تغذيتنا لهذا اليوم. أشكر جزيل الشكر على هاي المعلومات المفيدة، ونلقاك بحلقات ثانية بإذن الله. إن شاء الله، مشكورة. شكرا. كانت معانا الأستاذة حصة موسى، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. أعزائي المستمعين، عندنا الحين دراسة، هذه الدراسة تقول صراخ الأب أثناء حمل الأم يؤذي سمع الجنين. يعتقد العلماء أن صراخ الآباء ضد زوجاتهم أثناء الحمل يمكن أن يضر حاسة سمع الجنين، ووفقا للباحثين فإن الإساءات اللفظية أثناء الحمل ترتبط بزيادة نسبة 50% تقريبا في خطر التعرض لمشاكل في السمع لدى الأطفال بعد الولادة، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية. وقال الباحثون من كلية كوتشي الطبية في اليابان، يجب تجنب الإساءة اللفظية أثناء الحمل للحفاظ على الأداء السمعي للأطفال حديثين الولادة. ووضع الباحثون فرضية لتفسير هذه الظاهرة، مفادها أن الصوت المرتفع الصادر من شخص غير الأم يمكن أن يزعج الجنين ويمنع تطور نظام السمع لديه. ها، كل اللي يستمعون الرياييل الحين نقولكم هلا هلا بزوجاتكم، خاصة وقت الحمل نباكم تهتمون فيهم، ونبا الهدوء انزين عشان صحته وصحة جنينها. بس أنا بعد أقول شو أقول، الصراخ غير مفيد سواء كان من الأم أو كان من الأبو، وهذا يضر أكيد الجنين، عشان بس ما تقولوني أنا متحيزة بس للحريم يعني. انزين أعزائي المشاهدين، الحين راح ناخذ فاصل وبنرجع لكم إن شاء الله نكمل وياكم باقي فقراتنا لهذا اليوم، تريونا. صحة وسعادة.
أهلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل 600551414، واللي حاب يتواصل ويانا عبر الرسائل النصية 4006. أعزائي المستمعين، فقرتنا التالية من برنامجنا راح تتكلم عن كنز الحياة. تبون تعرفون شو يعني كنز الحياة عندنا؟ هي حملة نظمتها هيئة الصحة بدبي بمركز دبي لدم الحبل السري. هذه الحملة عبارة عن حملة توعوية بأهمية التخزين والتبرع بدم الحبل السري ودور الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري في علاج الكثير من الأمراض الوراثية وأمراض الدم المختلفة. وضمن المحطات المتعددة للحملة اللي تستهدف مختلف الدوائر الحكومية بدبي، تتواجد هيئة الصحة اليوم يوم الاثنين في الإدارة العامة لشرطة دبي للتوعية بأهمية الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحمل السري. وعشان نتكلم أكثر عن هذه الحملة ونعرف عن حملة كنز الحياة، يعني شرفنا أن نكون على الهواء مع الدكتور حاتم العباس، أخصائي ومدير مركز دبي لدم الحبل السري الأبحاث بالإنابة. صبحك الله بالخير دكتور حاتم. أهلا وسهلا، صبحكم الله بالخير، منور ويانا. صحة وسعادة دكتور. جزاكم الله خير، إن شاء الله ربنا يهنيكم بالصحة والسعادة إن شاء الله دوما. دكتور، أولا كنز الحياة، هذا اسم الحملة بروحه يعني اسم جميل وإلا أكيد معانا. نعم. كثيرة، ممكن تعطينا يعني أكثر يعني عن فكرة عن حملة كنز الحياة؟ طبعا، هي من اسم الحملة كنز الحياة، اللي هو الحياة ممكن نعتبرها ككنز. الكنز دائما حاجة قيمة، وبالتالي نحن نعتبر دم الحبل السري هدية قيمة جدا بتقدمها الأم للمجتمع ولطفلها. الأم دائما هي مصدر السعادة ومصدر الأمان لكل طفل، وممكن تكون هي المصدر الحقيقي للحياة. تمام. ربنا يخلي أمهاتنا جميعا اللهم آمين إن شاء الله. فكنز الحياة هي تيم أو رمز اختير لاسم الحملة، لأهمية الحملة زي ما قلنا. فتم افتتاح الحملة وإطلاقها عام في 13 فبراير برعاية معالي حميد القطامي، وذلك لما للحملة من أهمية بتوعية المجتمع حول دم الحبل السري. إنزين، شو أهمية الدم السري يا دكتور؟ طبعا دم الحبل السري هو من المصادر الغنية جدا بالخلايا الجذعية. والخلايا الجذعية طبعا هي، أو الخلايا الأم كما تسمى، هي الخلايا اللي ممكن تتحول لأي خلية من جسم الإنسان، وهي توجد طبعا بكثرة في دم الحبل السري. لذلك تم استخدامها في علاج كثير جدا من الأمراض المرتبطة بالدم، زي أمراض اللوكيميا اللي هي ابيضاض الدم، أو سرطانات الدم المختلفة، أمراض الأنيميا، الفانكوني أنيميا، ومرض الثلاسيميا اللي هي دي من الأمراض المنتشرة في دولة الإمارات، مرض الثلاسيميا. فلذلك قام أصلاً مركز دبي دم الحبل السري لاستهداف هذه الأمراض وعلاجها، باعتبار أنه دم الحبل السري أو الخلايا الجذعية هي العلاج الناجع لمثل هذه الأمراض. لذلك يعني بيوصى دائماً بعمليات نقل نخاع العظم أو نقل الخلايا الجذعية، لأن في النهاية خلايا جذعية كلها. صحيح. وهي اللي بتعالج هذه الأمراض. صحيح. فكانت الحملة قيام الحملة هي التوعية بأهمية التبرع أو التخزين دم الحبل السري. تمام. لأنه لسه الوعي المجتمعي في العالم كله لسه الناس يعتبره يعتبر من العلوم الحديثة، يعني رغم أنه تم الحين 20 سنة لكن لسه يعتبر من العلوم الحديثة واتجاه جديد للعلاج. زين دكتور، تعطينا أكثر تفاصيل عن الحملة. يعني اليوم أنتم متواجدين في شرطة دبي، شو الحملة تتضمن، شو بالضبط من فعاليات؟ طبعا اليوم هو الحملة المتواجدين في إدارة المنشآت في شرطة دبي. هو فريق بسموه فريق استقطاب المتبرعين أو الفريق الدونر ريكروتمنت سنتر. طبعا المركز هنا فيه أكثر من قسم، والقسم ده هو القسم اللي بيقوم بنشر التوعية وتوعية المجتمع عموما حول الخلايا الجذعية. فحيقوم الآن الفريق موجود في إدارة الشرطة هناك، حيقوموا بتقديم محاضرة للمعنيين في الشرطة، اللي هو تقريبا كل الناس اللي بيكونوا موجودين حاضرين، بيخبرهم عن التقنية هي شو، وكيف يتم استخلاص الخلايا الجذعية، شو الفائدة منها، يعني بشكل مبسط. بيستخدموا في ذلك وسائل مختلفة من بروشورات، فيديوهات مسجلة، محاضرات توعوية،
بالإضافة لذلك بيقوموا بالإجابة عن أي استفسار، لأنه دائما الحاجات الجديدة بتكون مقلقة بالنسبة للمتلقي، فتكون عنده كمية من الأسئلة عايز يسألها، فالجماعة هناك مختصين وبيقدروا يجاوبهم على معظم الأسئلة وكل الأسئلة اللي بتكون بتدور في أذهان الناس، خصوصا إن المسألة دي هل هي دائما الأم أو الأب بيكون متخوف هل هي حتأثر على الطفل، حتأثر على الأم، ففي شرح واضح وجميل جدا إنه المسألة دي ما عندها علاقة، يعني ما بتأثر على الأم، ما بتأثر على الطفل، هي كل اللي بيحصل إنه زي بيجمع جمع الحبل السري بعد خروج الطفل من جسم الأم وفصله تماما والاطمئنان عليه، بعد ذلك بيتم استخلاص الخلايا الجذعية من الحبل السري، بالتالي ما بتكون مؤلمة بالنسبة للأم. فالأسئلة دي دائما بتتكرر والمتلقي بيحب يطمئن يعني قبل ما يقدم على أشياء مثل هذه الأشياء. أكيد. إنزين دكتور، يعني أنتوا تقريبا في هذه الحملة استهدفتوا الجهات الحكومية؟ نحن استهدفنا الجهات الحكومية الآن. معظم الجهات الحكومية عندنا فريق في لمدة سنة، الحملة حتكون لمدة سنة كاملة. إنزين. فهو في جدول موجود أو منظم لاستهداف جميع الجهات الحكومية تقريبا أو معظمها. يعني استهدفنا ديوة، الRTA. هذا يعني سويتوا لهم الحملات فيها؟ نعم، مثلا البلدية أوردي رحنا مشينا البلدية لاتفاقي الشرطة اليوم. ففي جدول مستمر لحد سنة إن شاء الله، بالإضافة لعندنا الأشياء الدورية اللي هي المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة، دي باستمرار نحن بنروح لها، والحين برضو متضمنة في الحملة نفسها. فنحن الحملة خلال السنة متوقعين تغطي أكبر مساحة من دبي، يعني أكبر قطاع من المجتمع إن شاء الله. زين دكتور، يعني شو يشوفون الإقبال على الحملة؟ هل هناك إقبال؟ هل هناك في وعي بأهمية هذا الموضوع؟ والله الإقبال جميل جدا، خصوصا أنك يعني المجتمع طبعا مجتمع محب أصلا للخير. صحيح. هي المسألة دائما أن من تخاطب الجهات يعني كل الأبحاث اللي عملناها قبل كده وجدنا أنه الناس هم مش رافضين التبرع أو ما عايزين يخزنوا، لكن المسألة كانت هي في قصور في المعلومة، الوعي يعني نفسه، في الوعي العام. صحيح. فدائما الوعي هو الباب الوحيد لنشر أي ثقافة، فالحين صار في تقدم والحمد لله، يعني في إقبال جميل جدا من كل الجهات، وحتى الجهات الحكومية ساعدتنا كثير جدا بأنها استقبلت التيم تبعنا ووفروا له كل المتطلبات اللي بتساعد، ومن هنا بنشكر كل الجهات الداعمة في هذه الحملة. ممتاز. إنزين دكتور، الحين أنت ذكرت أن أهمية الحبل السري أو دم الحبل السري بالنسبة للناس اللي محتاجين لهالشيء، إنزين في له فوائد على الناس مثلا، يعني الأشخاص المتبرعين مثلا ممكن تعود فائدة عليهم؟ الفائدة هي طبعا هو التبرع بدم الحبل السري، يعني ممكن شوية هو بياخذ معنيين، في التبرع هو في النهاية هو تبرع. صحيح. لكن في حاجة اسمها التخزين الخاص والتخزين العام. التخزين الخاص اللي هي الأسرة بيكون فيها مريض، عادة بيكون واحد من الأطفال عنده واحد من الأمراض، فبيوصى بعلاجه عن طريق الخلايا الجذعية، وبالتالي أقرب إنسان ممكن يتبرع عليه، لأنه لازم يكون في تطابق كامل في الجينات، في الجينات الوراثية، دائما بيكون أخوه. أيوة. أوكي، دائما لأنه المورثات نفسها ماخذينها من الأم والأب، فالعائلة اللي بيكون عندها مريض أو بتتوقع إنه يكون عندها مرض معين عادة بيجي يخزنه تخزين خاص، وده بيكون برسوم طبعا. لأنه ده بيسموه تخزين العائلي أو يعني هذا في حالة إذا مثلا ما في حد مريض في العائلة، بس يخزنونه للمستقبل، سبحان الله، حد مثلا يبقى في حد مريض أو ما في حد مريض وعايزين يخزنونه للمستقبل. فالعائلة هي نفسها بتستفيد من الوحدة تحت دم الحبل السري. بيجي هنا بعد ما تجي المختبر ويتم عزلها بيعمل لها كود معين بخص العائلة. أما في التخزين العام، التخزين العام بيجي بس مجرد ما إنه الأم بتسجل بتقول أنا عايز أتبرع بدم الحبل السري، فده فري، ما فيه بدون دفع رسوم. وده بيتم تخزينه للاستفادة من المجتمع كله، يعني أي حد بيحتاج لهذا الدم، أي حد بيحتاج في أي منطقة في العالم بياخذ العينة دي، لأنها بتكون معمولة في حاجة اسمها الريجستري أو بترفع في المعلومات العالمية، وده اللي احنا لحد الآن شغالين في الموضوع ده. فهي في النهاية هي عمل خير في كل الأحوال، وهي أصلاً عام التسامح كذلك. عام التسامح كذلك. نعم، عام التسامح. صحيح. وهو صحيح. في كل الأحوال دم الحبل السري بيتم التخلص منه كأي مخلفات، يعني في السابق أو الحين، فأنت بدل ما أصلاً يتخلص منه
هو كنز ممكن تعطيه لإنسان ثاني قد يكون ممكن غيرك يستفيد يعني، وخاصة إذا أنت دم بدل ما تتخلص منه. صحيح دكتور. بالضبط، يعني الأم بدل توها بحياة واحدة اللي هي حياة جنينة، بتكون وهبت حياة جنينة ووهبت حياة لإنسان ثاني هو محتاج للحياة دي، فبكون أنتجت حياتين بالمعنى العام للموضوع يعني. أكيد أكيد. زين دكتور، قبل ما ننهي معاك فقرتنا لهذا اليوم، حابين نسمع منك نصيحة لكل اللي يستمعونا. الله، النصيحة لكل المستمعين، أول شيء نتمنى لهم الصحة والعافية دوما دوما، ونتمنى لهم كل الخير، وننصحهم بأنه يحضروا الحملات تبعتنا. عندهم أسئلة ممكن يتوجهوا بها للمركز عندنا أو للحملات في أي مكان بتكون موجودة، ولأنه رفع الوعي دائما بيحاول رفع الوعي دائما بيقيك كثير من الأمراض، لما بقول الوقاية خير من العلاج. ونحب نذكرهم بعد وين ممكن يكون التبرع هذا؟ التبرع في مركز دم الدولة الحبل السوري، موجود في مستشفى لطيفة. بس لحد الآن التبرع، يعني نحن التبرع عندنا لسه ما ابتدى لبعض الأسباب، بس التخزين الخاص موجود. تمام. لكن التبرع سون حيكون موجود يعني في فترة بسيطة جدا إن شاء الله. إن شاء الله، الله يوفقكم إن شاء الله. الله يسلمك. شكرا جزيلا دكتور حاتم العباس، أخصائي ومدير مركز دبي لدم الحبل السري للأبحاث بالإنابة. أشكر لك هاي المعلومات المفيدة، ونتمنى نلقاك إن شاء الله في حلقات أخرى. جزاك الله خير، شكرا، بارك الله فيك. شكرا. أعزائي المستمعين، بعد ما سمعنا عن أهمية الدم السري، أحب ناخذ بريك الحين زين، ونرجع لكم إن شاء الله بعد البريك نكمل آخر فقرة عندنا في برنامج صحة وسعادة. تريونا صحة وسعادة. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين مرة ثانية، برنامجكم صحة وسعادة، رجعنا لكم بعد البريك عشان نكمل وياكم باقي فقراتنا. بس أحب نذكركم أول شيء بأرقام التواصل 600-551-414، واللي حاب يتواصل ويانا عبر الرسائل النصية 4006. اتذكروا دائما أن تواصلكم ويانا أكيد يسعدنا. إنزين، فقرتنا الحين راح تتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو دبلوم الطب الطارئ. هذا الدبلوم راح نعرف عنه أكثر مع ضيفنا اليوم في الاستوديو، بس نبى نعطي فكرة أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مؤخرا وقعت اتفاقية مع كليات التقنية العليا بهدف توطين مهنة فني الطب الطارئ واستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في هذا المجال. وعشان نتكلم أكثر عن هالموضوع، ضيفنا مروان عنبر رئيس قسم التدريب المهني بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. هلا وسهلا فيك يا مروان، ومنورنا اليوم في الاستديو. يا مرحبا أختي. زين مروان، حابين يعني أنا لفت انتباهي دبلوم الطب الطارئ. في البداية نحب نقول يعني نعطي فكرة للمستمعين شو معنى الطب الطارئ. نعم صحيح أختي، في السابق قبل يعني نذكر أن لما نحن نذكر الإسعاف أو نطر الإسعاف، نذكر أن الإسعاف مجرد سيارة تنقل المريض من موقع الحادث أو من البيت للمستشفى، والعاملين اللي فيها ممرضين أو مسعفين. اليوم التوجه العالم تغير، أصبح اليوم الفني الطب الطارئ اللي يشتغل في سيارة إسعاف عنده مهارات وخبرات أكثر عن اللي موجودة في المسعف أو الممرض. الفني الطب الطارئ اليوم أصبح يقدم مهارات كثيرة، خدمات علاجية أكثر، وهو الريبليسمنت أو البديل للطبيب في موقع الحادث. فاليوم خدمات الطب الطارئ في العالم ما شاء الله تطورت وأصبحت بشكل أكبر، بحيث أن اليوم نحن بنقلل عدد الحالات اللي تنقل للمستشفى ونخفف العبء على الدولة. أكيد. من خلال اتخاذ اللازم في موقع الحادث، وطبعا هالشيء محتاج شخص مؤهل ومهيئ أن يقوم بهالإجراءات العلاجية في موقع الحادث. ومن هنا يعدكم يعني أن أنتوا سويتوا دبلوم الطب الطارئ. هذا الدبلوم يعني كان يعني بدأت فيه أو يعني مؤسسة دبي للإسعاف. نعم صحيح. طبعا البرنامج عشان نتكلم بشكل اشمل وعام، البرنامج بدا في سنه 2003، برنامج بكالوريوس خدمات الطب الطارئ. طبعا اليوم توجه الدوله توجه للتوطين، ونحن فعلا في مؤسسة خدمة الإسعاف عندنا توجه كبير من ضمن رؤيتنا ورسالتنا ان نحن نوطن مهنه الطب الطارئ. طبعا احنا اليوم اشتغلنا على سوق العمل وسوينا دراسات، وشفنا اليوم البرنامج مدة طويلة كانت 4 سنين بكالوريوس، فنحن اختصرناها خلال 2. طبعا
طبعا سنتين الطالب يعني راح يتعلم مهارات الأساسية والمهمة جدا في موضوع الطب الطارئ، وبحيث نقدر يكون خريج للبرنامج هذا ويكون مؤهل بأنه أصلا يعني يقدم المهارات اللازمة في موقع العمل. يعني هو 4 سنين هذا البكالوريوس، بس السنتين هم دبلوم يكون؟ نعم صحيح. أوكي. طبعا بالاتفاق مع كليات التقنية العليا في أكتوبر الماضي في 2018 وقعنا اتفاقية في مقر وزارة الموارد البشرية والتوطين بحضور معالي الوزير ناصر الهاملي، وكذلك معالي حميد القطامي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخدمات الإسعاف، وبحضور كذلك سعادة خليفة الدراي مدير التنفيذي لمؤسسة خدمات الإسعاف، وسعادة عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا. وطبعا البرنامج مثل ما قلت لك اختي يهدف لتوطين مهنة الطب الطارئ. نحن اليوم نتكلم عن رؤية لدولة الإمارات، رؤية المئوية. نحن نتكلم اليوم عن مهنة جدا حساسة محتاجين لها توطين. صحيح. وبناء قيادات وطنية سفراء للمستقبل بحيث يتولون باشر عملية القيادة وقيادة المهنة هذه. فنحن فعلا يعني الدراسات اللي نحن قمنا فيها شفنا أن فعلا نحن عندنا نقص كبير في عدد من فني طب الطارئ المواطنين. والمؤسسة فعلا تسعى جد أن نحن يعني تقريبا كم عندكم من خريجين البرنامج في نتائج يعني؟ نعم طبعا خريجين البرنامج حاليا نحن وصلنا 60 خريج ما شاء الله، وفي عندنا كذلك هذا من أول ما بديت البرنامج. نعم من أول بدينا. طبعا من الخريجين هذيلا ما شاء الله من تولوا القيادات، ومكلمت بعد كذلك خريج البرنامج هذا. فالمؤسسة حاطة خطة فعلا واضحة المعالم بالنسبة للطالب أول ما يدخل الدراسة إلين بعد 20 سنة وين راح يوصل. صحيح. وطبعا احنا عندنا هاي خطه طويله المدى بحيث نحن نحفز ونشجع الطلبه وخريجين الثانويه العامه بانهم فعلا يلتحقون بوظيفه المستقبل فيها واضح. نحن اليوم نعاني من الطلبه مو بعارفين وين يروحون وين يسيرون. صحيح. واذا التحقوا بالوظيفه الفلانيه وين راح يوصلون بعد 5 سنين بعد 10 سنين بعد 20 سنة. فهذا المسار واضح. نعم المسار الوظيفي واضح، وحتى مسار التاهيل والتطوير واضح لجميع الطلبه. ممتاز. إنزين يعني أنتوا الهدف الأهداف المرجوة من هذا الدبلوم هذا، إحنا أنت قلت ذكرت إن استقطاب يعني الكفاءات الوطنية غيره، شو تهدفون بعد؟ نحن نهدف لتعزيز مكانة دبي في خدمات الطب الطارئ. نحن بنكون القبلة والوجهة العالمية للبرنامج هذا. فطبعا يعني البرنامج فريد من نوعه، البرنامج يراعي كثير من الجوانب، مش فقط الجانب الطبي، كذلك الجانب الاجتماعي. نحن كمجتمع الإمارات لنا خصوصية كبيرة. أكيد. فنحن كذلك اليوم نأهل الطلبة من الذكور والإناث للبرنامج هذا أساس الراعي وكيتر كل واحد موجود عندنا في المجتمع. اليوم نحن ما نتكلم بس عن المجتمع الإماراتي، نتكلم ما شاء الله عن فوق 200 جنسية. صحيح. فهالأمور هاي كثيرة نحن نحسبها بعين الاعتبار، وكذلك نحن نهدف أن تحقيق خطة دبي 2021 وكذلك الأجندة الوطنية بأن دبي تكون من أأمن المدن. وهذا طبعا ما بيكون إلا بتضافر جهود الجميع، سواء خدمات الصحة اللي مقدمة عن طريق هيئة الصحة، أو خدمات الرعاية ما قبل المستشفى المقدمة من خلال مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. أكيد. إنزين لكل برنامج يكون في هناك حوافز، يعني هاي الحوافز يعني تخلي يعني مثلا الفئات ينتسبون لهالبرنامج. مثلا شو الحوافز اللي تقدمها مؤسسة يعني دبي لخدمات الإسعاف؟ طبعا الحوافز نحن نقدمها للطلبة إن أول شيء نضمنها من الوظيفة راح تكون مضمونة من بعد التخرج من البرنامج هذا، يعني يتوظفون. نعم. بالمؤسسة نفسها. نعم صحيح، يتوظفون على طول من يخلصون البرنامج، وهم يكونون تحت رعاية البرنامج رعاية المؤسسة خلال مدة الدراسة. طبعا خلال مدة الدراسة الطالب يحصل على مكافآت شهرية تصل إلى 5500 درهم شهريا. وطبعا المؤسسة تتكفل بجميع المصروفات المتعلقة بالدراسة، سواء من الزي الدراسي أو حتى من اللابتوب وجميع الأمور اللي راح تساعده في أمور الدراسة. بعد ما يتخرج من السنتين يلاقي وظيفة على حسب الدرجة المعتمدة من قبل دائرة الموارد البشرية حكومة دبي، والراتب يوصل لحدود تقريبا 19,000 إلى 20,000 على حسب المهارات والخبرات اللي اكتسبها خلال فترة الدراسة. وكذلك في فرصة أنه بعد ما يكمل سنة في الجانب العملي يكمل على البكالوريوس ويكمل على الماجستير ويكمل على كذلك الدكتوراه. ونحن نفس ما قلت لك المسار عندنا جدا واضح، وكله يبني على بناء على درجات الطالب وكذلك على
القدرات اللي هو اكتسبها خلال فترة الدراسة. يعني ممكن يكمل على البرنامج، يكمل بكالوريوس من خلال هذا البرنامج. نعم كذلك. صحيح. تمام. إنزين تقريبا يعني من بديتوا أنتوا البرنامج كم عدد الطلبة اللي يعني تم استقطابهم، كم عددهم اللي تخرجوا تقريبا؟ صح فعلا صحيح. البرنامج بعد توقيع الاتفاقية قمنا بحملات دعائية وتوعوية كبيرة لطلبة الثانوية العامة. إنزين. وما شاء الله يعني لقينا إقبال كبير. تقريبا حول الفوق تقريبا 100 مرشح ومتقدم للبرنامج هذا. فنحن طبعا متعرفين البرنامج أكاديمي، فلازم يكون في معايير واضحة ومعينة لاستقطاب الطلبة هذه له. فنحن إن شاء الله راح نفلترهم ويصلون مرحلة يشوفون منو الأجدر منو الأولى في الدخول للبرنامج. لكن ما شاء الله الإقبال كبير من جميع أنحاء الدولة، مش فقط مقتصر على إمارة دبي فقط، لا اليوم ما شاء الله 2 طلبات من الفجيرة، من رأس الخيمة، من أبو ظبي، من جميع الإمارات ما شاء الله. الحمد لله. يعني هذا يدل على وعي المجتمع يعني بأهمية الطب الطارئ. يعني صحيح. أنت في النهاية أنت تخدم مجتمع كامل. نعم صحيح. وكذلك يعني جهودكم أتوقع يعني مثلا التوعوية يعني بشأن البرنامج هذا، يعني في أشياء ثانية فعاليات تسوونها أنتوا أو مثلا جهود أخرى عشان توصلون لمختلف شرائح المجتمع تستقطبونهم؟ نعم. صحيح. نحن بدينا طول بعمرك المراحل التوعية من طلبة المدارس. طبعا المدارس نحن نقدم لهم خدمات الدورات الإسعافات الأولية. لما الطالب ياخذ الدورة هذه ويحس بأهمية الخدمة اللي يقدمها يتحمس ويقول لا أنا بكون مسعف وبكون فني طب طارئ. فالبداية نحن نبداها من المدارس، هاي البذرة اللي نحن نزرعها. وبعدين نتكمل. تستهدفون أي مراحل تقريبا؟ نحن نستهدف المراحل الثانوية العامة أو الإعدادية بشكل عام، لأن بالنهاية نحن نرسم خطة طويلة المدى تساعد الطالب. نعم. اللي عقب ما يتخرج يعني يفكر أي مجال. فعلا صحيح. وطبعا نحن ما نغفل أهمية السوشيال ميديا. اليوم نحن الفئة اللي نستهدفها فئة عمرية شابة، وما شاء الله الفئة العمرية هذه ما شاء الله عندهم تواصل كبير في السوشيال ميديا. فنحن نستهدف كذلك السوشيال ميديا، نستهدف الأمور اللي نشوفها تهم الشباب، نستهدف الأندية الرياضية. ممتاز. نشوف ما شاء الله الشباب اللي يروحون الأندية الرياضية ونخبرهم ونقول ترى في وقت الإصابات منو راح يستجيب لكم، طبعا غير فني الطب طارئ والإسعاف. فنشجعهم على هالأمور. فالحمد لله يعني لاقينا إقبال كبير. وفي نفس الوقت أهمية أن ما شاء الله الفكر اليوم فكر الشباب اختلف. فكر الشباب اليوم ما عاد بس عمل مكتبي وعمل المؤسسات، لا اليوم ما شاء الله متحمسين كثير للعمل الميداني. فتلقين الشباب ما شاء الله والبنات يعني الله يحفظهم بعد كذلك. حنو بنعرف عاد ايش كثر البنات اللي التحقوا عندكم؟ بقول لك معلومه يمكن ما تتوقعينها. اكيد احنا اكثر الصدقين، عدد البنات اللي يدخلن البرنامج اكثر عدد الشباب. فما شاء الله الطاقات الموجوده عندنا. عشان ما تقول انا متحيزه، ها هو اللي قال. انزين ما شاء الله عدد الشباب والبنات اللي عندنا ما شاء الله متحمسين، ما شاء الله يعني فوق التوقعات ما شاء الله. انزين يعني انتوا الحين قلتوا ان انتوا تسوون يعني توعيه وتنبهون يعني هاي الفئه باهميه الطب الطارئ. ما تجي لكم بعض الاسئله منهم مثلا يقول لك شو الفرق بينكم انتوا وبين طبيب الطوارئ؟ يعني نعم. في ناس انا يعني كانوا يسالون يعني زين طبيب الطوارئ شو يسوي؟ نعم صحيح. نحن اختلاف بيننا بين اطباء الطوارئ طول بعمرك انه اليوم الفني الطب طارئ هو اللي يشوف المريض في اللحظه الاولى، في لحظه الاصابه او في لحظه الحوادث او في حاله المرض. طبعا الفني الطب طارئ يمتلك عده مهارات غير المهاره الطبيه. عنده مهاره التواصل الفعال، عنده اداره الموقع، وهاي الامور هاي جدا مهمه. اليوم المسعف او الفني الطب طارئ يعالج المريض في بيئه غير هم مش متحكم فيها، غير المستشفى وكل شيء متوفر حواليه. صحيح. فلازم يتحكم في جميع هالامور. اليوم الفني الطب طارئ منقذ، الفني الطب طارئ اليوم حتى اطفائي، الفني الطب طارئ اليوم كذلك رجل امن يامن موقع الحادث. فاليوم عده مهارات لفني الطب طارئ مفروض تكون متوفره فيها، واهم مهاره هي المهاره الاداريه والمهام الاشرافيه. فعلا يعني اذا كانت المهاره الاداريه موجوده عنده ويقدر يتحكم في نفسه ويتحكم في اللي حواليه، فبالنهايه اليوم فني الطب طارئ ادى وظيفته باكبر المجد غير التدخل الطبي. ممتاز. زين هل هناك في عندكم برنامج الطب الطارئ في طلبه ابتعثتوهم للخارج مثلا؟ نعم صحيح. مثل ما قلت شختي ان خريجين البرنامج هذا كذلك لهم
بريفليج او لهم حقيات كثيره بعد البرنامج. فيعني ما شاء الله نقدر نحن نبتعثهم. فاليوم ما شاء الله عندنا فوق 15 طالب يدرس الادفانس براميديك اللي هو المرحله المتقدمه للرعايه الطبيه ما قبل المستشفى. وين اي الدول تقريبا بتعثوهم؟ نحن عندنا طلبه موجودين ويدرسون عندنا في الدوله، وعندنا طلبه يدرسون في بريطانيا، وعندنا في امريكا كذلك. وفي تواصل بينكم وبينهم؟ طبعا نحن لازم نتواصل معاهم، طبعا يكون تحت رعايه المؤسسه وتفرغ تام. فطبعا نحن نتابع الطالب، نشوف نقوم على اموره، يعني نشوف شو الامور اللي محتاجينها، شو المساعدات اللي يحتاجها، نتواصل وحلقه تواصل ما بيننا وما بين الكليات وكذلك الجهات الاسعافيه الموجوده هناك، بحيث ان الطالب يكتسب جميع الخبرات والمؤهلات اللي تاهله انه يوم يرد الدوله عندنا يكون فعلا انسان متمكن ويقدر يقوم بواجبه على اكمل وجه. ممتاز. في معايير بعد كذلك محطينها انتوا للابتعاث هذه؟ نعم صحيح. طبعا في معايير معينه اللي هي نتكلم فيها عن التقايم وعن أدائه في الميدان، وأهم معيار رغبته في تطوير الخدمة. نحن بالنهاية اليوم ابتعاثنا للطلبة يصب في تطوير خدمات مؤسسة مخمات الإسعاف، يصب في تطوير الخدمة هذه في إمارة دبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة. إذا الطالب ما كانت عنده الرغبة أن يدي الأمور هذه، فطبعا يعني الدراسة راح تكون صعبة بالنسبة له. فهو أهم شيء أن موضوع أنه يكون ملتزم، يكون الطالب فعلا على قدر كبير من الوعي والمسؤولية، وفي نفس الوقت متمكن تمكن كبير من موضوع الخدمة هذه. زين، ثقافة التطوع تحس لها دور بعد في اختيار أكيد. الناس لهذا التخصص؟ يعني نحن في مجتمع هو شيء مسلم، مجتمع عربي، عندنا النخوة، عندنا ما شاء الله يعني شبابنا فيهم النخوة انهم يساعدون ويفزعون للغير، فهذه أساس التطوع. نحن دائما نقول يعني الإسلام حفز على التطوع. صحيح. بشكل كبير، لكن نحن نشوف الموضوع تطوع عندنا في الدول العربية والدول الإسلامية أقل عن نظيرها من دول الأجنبية. نحن بدنا نحفز الشباب نرجعهم نفس ما يقول back to the basic، يعني نرجعهم للنظام الأولين عندنا نحن اللي هو يحبون يساعدون، يحبون الخير. نعم. وهذا طبعا كله من قيادتنا الرشيدة. نعم ما شاء الله دائما يحثونا ودائما يعني يشجعونا على فعل الخير وكذلك على التطوع في كافة الميادين. صحيح فعلا. ونسبة المتطوعين عندنا ما شاء الله في ازدياد كبير الحمد لله. نفس ما قلت وعي الشباب اليوم اختلف بشكل كبير. اليوم ما شاء الله يحبون العمل الميداني، يحبون يقومون على خدمة الناس وغيرهم من الناس المحتاجين. فما شاء الله المتطوعين اليوم اللي عندنا لنا قاعدة كبيرة، وأغلب الناس اللي يحبون يلتحقون بالبرنامج أصلا بالأساس هم يا أنهم متطوعين دارسين الإسعافات الأولية، أو أنهم كذلك من الناس اللي يحبون يتطوعون في الأعمال العامة بشكل عام، تنظيم الفعاليات من هالأمور. فما شاء الله الشباب فيهم طاقة، ونحن نحاول نحتضن الطاقة هاي ونحولها لعمل فعلا أنهم يخدمون الدولة. ممتاز. إنزين، لو تعطينا بس تخبرنا عن الأثر النهائي مثلا لهذا البرنامج على شو بينعكس على المجتمع؟ شو يعني أهميته على المجتمع؟ طبعاً انعكاسه أول شيء إن نحن عندنا قاعدة كبيرة من المواطنين اللي يلتحقون بالبرنامج هذا ويقومون بخدمة الناس، زيادة عدد فني طبطارة المواطنين. الشيء الثاني إن نحن اليوم نسعى لتطوير خدماتنا بحس يواكب حس المجتمع الموجود عندنا نحن. اليوم نحن نتكلم عن عندنا خصوصية، عندنا اليوم أمور كثيرة، يعني ولد البلاد هو اللي يحس فيها وهو اللي يعرفها. فنحن نبغى نبني القاعدة هاي الكبيرة، وفي نفس الوقت اليوم نحن نبغى نعزز طاقات الشباب اللي عندنا. اليوم يعني لين الحين أذكر مقولة المغفور له الشيخ زايد الله يرحمه إن بناء الإنسان أهم عن بناء المصانع. أكيد. نحن نبني اليوم إنسان، والإنسان اليوم يوم نحن نبنيه راح يعكس بشكل كبير على جودة الخدمات. صحيح. اليوم ما شاء الله الشباب المواطن ما ينقصهم شيء، ما شاء الله يقدرون يسافرون يطلعون على أفضل الخدمات الموجودة ويجيبونها. صحيح. بحيث نحن نواكب اليوم الابتكار في الخدمات الصحية. بحيث اليوم نحن نواكب الـ ما شاء الله الجهود الكبيرة اللي يقومون فيها في العمل الصحي. كذلك اليوم نحن نتكلم عن أغلب استثمارات الدول في الرعاية ما قبل المستشفى لتقليل العبء وتكاليف التكاليف. أكيد تقلل، وفي بعض الحالات يعني ممكن تتعالج بعد في موقع نعم. نفسه يعني قبل. صحيح. المستشفى، أو أن تخفف من حتى المضاعفات. نعم صحيح. فهاي كلها الأمور هاي نحن نتأمل نحن نبنيها في الشباب المواطن، في العنصر المواطن، بحيث أن يقدر يقدم الخدمة على أكمل وجه إن شاء الله. الحين عندنا أخ مروان
يعني حديثك فعلا جميل وعطيتنا شيء طاقة إيجابية. إنزين نحب بس تعطينا يعني تقولنا دعوة لكل اللي يستمعون الحين من فئات الشباب. طبعا أنا أوجه رسالة لإخواني الشباب إن البرنامج طبعا يعني في كثير من الأمور اللي تحفز فيه العنصر الإبداع. يعني أغلب الناس لما يفكرون بالإسعاف يفكرون فيه سيارة ومسعف ونقل للمستشفى، لكن اليوم الخدمة هاي خدمة بعيدة المدى. أول شيء عمل إنساني نقوم فيه في خدمة المجتمع، نقوم فيه في خدمة أهالينا من المجتمع، أكيد. في نفس الوقت خدمة جميلة وحلوة. وأنا يعني لين الحين أفتقد العمل الميداني. العمل الميداني كان عمل جدا جميل وجدا حلو. فطبعا أوجه هنا رسالة لإخوان الشباب إنهم النظرة اليوم لازم تتغير والفكر لازم يتغير. العمل الطبي الميداني عمل جدا جميل، عمل جدا إنساني وله أثر كبير. اليوم نحن منقذ حالة بس كلمة شكرا كم تسوى عندنا فعلا، يعني ترفعنا السماء ترفعنا فوق. فأوجههم وأقولهم يا جماعة الخير يعني البرنامج أنا أنصحهم فيه وظيفة مضمونة، وفي نفس الوقت نبتعد عن العمل المكتبي ونبتعد عن عمل اللي يقول والله أنا بكون مدير وبكون كذا. صحيح. لا اليوم كل في مكان أكيد نعم بيكون له قيمة ويعطي أكيد هذا المجتمع. نعم صحيح. طبعا مروان عنبر رئيس قسم التدريب المهني مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نورتنا اليوم في الاستوديو، ونشكر لك هذا الحديث الشيق صراحة، ونتمنى نشوفك مرة ثانية في حلقات ثانية من صحة وسعادة. الله يحفظك أختي. أعزائي المستمعين وصلنا الحين لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم صحة وسعادة، نتمنى أن هي نالت إعجابكم. وكان معاكم بالإخراج أيمن سرحيل، وبالتنسيق ميرا الغفلي، وبالإعداد زميلنا حسني البلاونة. تحياتي محدثتكم دكتورة بدرية الحرمي، وإلى أن ألقاكم غدا بإذن الله نحب نقولكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.